كل شيء في العراق يشكو الإهمال، حيث وصل الإحباط إلى مستويات غير مسبوقة مع خسارة أماكن أثرية كثيرة في البلاد. هنا في سوق الحدادين والنجارين قرب جسر العتيق في الموصل، يواجه أصحاب المهن تحديات عديدة تهدد السوق الذي يتجاوز عمره 800 عام. ويشير أصحاب المحال إلى أنهم قاموا بجهود فردية بترميم مراكز عملهم لضمان استمرار الحياة في السوق بعد تدميره في العمليات العسكرية الأخيرة. هذا كشوف تراثي، لو كان موجود في دول أخرى بغض النظر عن تكون أوروبية أو آسيوية أو أفريقية، لكان هذا انعمل منه متحف حي. هذا السوق سوق تراثي قديم، يعني عمره 800 سنة، يعني حرامات هذا يندثر، يعني مع مرور الوقت راح يندثر. يعني كنا قبل هون 40 حداد، هسه حاليا 6 حدادين. ليش؟ ماكو دعم، ماكو أي شيء يعني. ويضم سوق الحدادين والنجارين في الموصل العديد من المهن وعلى رأسها صناع السيوف الذين يقاومون للبقاء، حيث يمثل العاملون هنا آخر جيل لهذه المهن القديمة التي تمتاز بها مدينة الموصل ولم توفر الحكومة أي دعم لها. هاي المدينة اللي تعبر عن تراثها وتاريخها بمهنها، هذا السوق سوق الحدادين اللي باب الجسر العتيق اللي يبينه النجيرين والحديدين والسفارشي. طبعا مهنة السفارشي هاي مهنة من النادر ظل منا بالموصل حتى، ونحن بقينا عدد أصابع اليد. والله يعني حقيقة ماكو أي أحد يحس إنه هاي المهنة راح تنقرب، ونحن جيل وحيد إلى وحدنا أقرا على التراث السلام. هاي المهنة أثرية، كنا استورثناها عن آبائنا وأجدادنا، وهذه يعني راح تندثر وماكو أي دعم من الحكومة المركزية ولا المحلية. ويبرر العاملون في سوق الحدادين والنجارين تمسكهم بهذه المهن بالعشق المكنون في هذا السوق النابض بالتاريخ، والذي هان كما يظهر على الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وتركته يواجه مصيره وحيداً ليكون عرضة للموت والاندثار.